وصلت الكرة عندهم، وصلت الكرة أمامية لمصلحة الشباب العز عثمان توسم بتسديدة قوية لكن بتعدي قاطي سلطان، واحدة للدودة فنانة خطيرة ممتازة 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 معدي معدي اهو تابع لطفي لطفي الان ينقل لك واحده باتجاه معتصم الراسيه بعد ذلك رايه 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 في اللقطه الماضيه رايه ثلاث معتصم اوه بنقلها باتجاه خطيره خطيره عزو 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 يا من وحده من لمسه من كوره من همسه ضرب الحنش ضرب عزوز كرة مرات ومعها مشاهدينا متابعينا الاعزاء حكم اللقاء الحكم موسى ابراهيم موسى التاريخ يطلق صافره معلنا على نهايه احداث هذا اللقاء. اول شيء الله يبارك فيك، والله كنت منفعل مع نهايه المباراه لاسباب يعني من ضمنها قلة التمارين عندنا الشباب تمام ولا لا؟ تعرف الناس دوبة جاية من على قولهم ويكند إجازة تمام، فبحمسهم شوية على التمارين، لأن تعرف اليوم أعتبر فريق المهدية الله يعطيهم العافية أعتبرهم هزموني باللياقة، يعني هم اللي أخروا للأمانة. أي نعم كنا ماسكين كورة نحاول نسجل يعني على قولهم نفرض سيطرتنا تمام ولا لا؟ ولكن كانوا ما شاء الله متحمسين وهزمونا لياقيا للأمانة. هذا الضعف حقيقة إيش؟ استعداد شبابنا، عشان كذا كنت متحمس عليهم ومفعل عليهم، لان احنا عندنا افضل من كذا، شباب العز لله الحمد ها فريق معروف تمام ها وعنده اشكال من كذا، فالمفروض يعني نكون افضل من كذا، لكن الحمد لله اول ثلاث نقاط ها يعني طيبه ها وبادره خير ان شاء الله والقادم احلى باذن الله. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك فيك حبيبي وشكرا على الاستضافه شبكه مديتك. المبروك شباب العز، هارد لك للمهديه، قدمنا مستوى هذا استعداد. الحمد لله الأهم ثلاث نقاط، إن شاء الله نصدر المجموعة ونتأهل الأدوار الثانية، المهم هي ثلاث نقاط. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، يعطيكم العافية على الاستضافة الثانية، والبداية دائما تكون صعبة، يعني عندنا لعيبة صغار في السن لابد أن نصبر عليهم، حيكون قدامهم إن شاء الله مستقبل في البطولات القادمة إن شاء الله حيحققوا المطلوب منهم. النتيجة 1-0 لا بأس بها من أمام فريق شباب العز، فريق كبير، فريق دائما في منصات التتويج أو ما بيخرج من الفرق المصنفة على المراكز الأولى، فالحمد لله حنشتغل على نقاط ضعفنا إن شاء الله، وفي المباريات القادمة لسه الفرصة موجودة ممكن. أول شيء الحمد لله على كل حال، هذا حال الكورة بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وزي ما قلت يعني كنا جيدين لياقيا بس يعني الأخطاء الفردية، لكن الحمد لله بإذن الله في المباريات الجاية بإذن الله نوعد الجمهور بإذن الله نعوض، يعني كنا كويسين بس المدرب يعني كان حريص ومركز علينا إنه ما نستقبل أكثر، يعني بداية الشوط الثاني أنا نزلت بداية الشوط الثاني، المدرب كان يقول لي يعني حاول تكون دفاعيا أكثر، والحمد لله يعني هذه على الكورة فوز خسارة.